معنا من بيروت عضو البرلمان اللبناني غسان حصباني. مساء الخير سيد غسان حصباني. سوق أزعور على أنه المرشح الوسطي، المرشح غير الاستفزازي لأي طرف من الأطراف السياسية. هل بدأ هذا التسويق ربما يشوبه أو تشوبه بعض الشكوك؟ لا طبعا، من مصلحة حزب الله وحلفائه أن يصوروه وكأنه مرشح تحدي، علما أننا إذا استذكرنا السياق والماضي نحن لم نرشح رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، والذي هو كان نقيض حزب الله في لبنان، ورشحنا أولا مرشح اسمه ميشيل معوض وهو نائب في البرلمان، واعتبروه هو مرشح التحدي. وبعد ذلك وبعد أن رأينا أن الأمور يعني تأخذ وقتا أطول مما يجب، وأردنا أن نسهل الأمور لانتخاب رئيس الجمهورية لأن البلد لا يحتمل، ذهبنا إلى التلاقي حول مرشح لم يكن أصلا مرشح لأحد أو لأي جهة سياسية، بل طرح اسمه من قبل بعض الأشخاص وتم التقاطع عليه بنقاشات وحوارات ثنائية عبر وسطاء وغيره ليستقطب عددا كبيرا من المعارضة، إضافة لجزء من السلطة أيضا وهو التيار الوطني الحر بقيادة النائب جبران باسيل. لذلك الدفع على يعني فعلا ليس هو مرشح تحدي، بل هو مرشح تلاقي، نعتبره نحن أننا تلقينا حتى أكثر من نصف الطريق على شخصية قادرة أن تكون قيادية في المرحلة القادمة، وهو قادر أن يلعب دورا أساسيا في التعافي. ولكن سيد حصباني، كيف يمكن أن يلعب دورا أساسيا في التعافي وهناك من يأخذ عليه بأنه أيضا من المنظومة السياسية المعروفة في لبنان، كان وزيرا للمالية في حقبة ما حين كان السنيور رئيسا للوزراء، وحين شهدت البلاد الاختلاس وضياع مئات المليارات من الدولارات، كيف يمكن أن يحدث هذا التعافي الآن في ظل هذه السمعة؟ أولا ليست سمعة، هذه إشاعات وهذه افتراءات تلقى عليه بغض النظر من يلقيها. هو أكثر من ألقى هذه الافتراءات هو من الجهة السياسية التي تقاطعت على اسمه اليوم، هو التيار الوطني الحر في الإبراء المستحيل كتابه الشهير. لكن شخصية الوزير أزعور هي شخصية مهنية، قام بعمله كشخص مهني وتقني في وزارة المالية بغض النظر عن كل الوضع السياسي الذي كان قائما، إضافة أن المرشحين الذين نقارنهم به اليوم والمرشح من الجهة الأخرى يعني هو من أحد الرموز المعروفة ليس فقط في السلطة ولكن في الدولة العميقة في لبنان أيضا، وله أيضا تاريخ يعني كبير في الأسئلة من مواضيع خارجة عن يعني تطبيق القوانين بشكل واضح في الوزارات التي تولاها، وصولا إلى تصرفاته السياسية وتمرده السياسي، وصولا إلى الوزير الذي كان هو سماه في حكومة سابقة وكان هو الوزير المسؤول عن المرفأ حين حصل أكبر انفجار في التاريخ في مرفأ بيروت. لا طيب. إذا قارنا بين المرشحين ليس هناك حتى مقارنة، ولكن هناك ربما من يقول بأن المرشحين قد لا ينفعا لبنان في الوقت الحالي لأن البلاد تحتاج إلى حل أمني، وبأن قائد الجيش جوزيف عون هو أفضل من يقود البلاد في هذه الظروف. هل تتصور بأن حزب الله يدفع بهذا الاتجاه؟ ليس لدي أي معطيات بهذا الاتجاه، ولم يطرح حتى اليوم رسميا وجديا كمرشح قائد الجيش، وهو يتطلب أيضا تعديلا دستوريا ليتمكن من الوصول إلى الرئاسة وحالة استثنائية. لكن اليوم أمامنا حاجة لفك الحصار عن مجلس النواب، كان يقال لنا جدوا لنا مرشحا جديا لنفتح أبواب المجلس، وكأن المعارضة هي من كانت تعرقل الانتخابات وهي ما كانت تنسحب من الجلسات.
كانوا ينسحبون من الجلسات عندما كان لدينا مرشح، طرحوا مرشح معاكس ومرشح تحدي، وبدأوا يتهموننا بأننا لسنا جديين في الانتخابات. هناك مرشح مطروح اليوم يتلاقى عليه الكثير من القوى السياسية في لبنان، فأين الخطأ بالديمقراطية؟ قبل أن ننتقل إلى مراحل لاحقة وقبل أن نحرق المراحل، علينا أن نتعامل مع هذه المرحلة بجدية، وأتمنى أيضا من المجتمع العربي والدولي أن يتعاطى بديمقراطية لبنان بجدية، لأننا نرى صمتا كبيرا من هذا المجتمع الذي كان يطالب بالديمقراطية وتطبيق الديمقراطية، واليوم عندما نحاول أن نطبقها أصبح الجميع متفرجا. طيب يا سيد حسباني، برأيك إلى أي مدى يمكن الرهان على هذا الإجماع المسيحي غير المسبوق فيما يتعلق بأزعور، خصوصا مع ما يقوم به الثنائي الشيعي؟ يعني هذه نقطة إضافية وليست هي الأساس كي لا نتهم بتطييف أو بتركيز على الناحية الطائفية لهذا الموضوع، لكن فعلا من يعني 64 نائب مسيحي في مجلس النواب، هناك فقط 5 إلى 6 نواب قد يؤيدون التصويت للمرشح سليمان الفرنجيه، وهناك مروحة واسعة جدا من النواب المسيحيين وغير المسيحيين الذين يؤيدون ترشيح جهاد أزعور. فمن يكون هو مرشح التلاقي الأكثر؟ من يكون هو مرشح الاعتدال وعدم المواجهة أكثر؟ ليست مواجهة طائفية اليوم، بل هي مواجهة وطنية بين الدولة ولا دولة. من يريد اختيار الدولة عليه أن يختار رجال دولة. شكرا جزيلا غسان حاسباني، عضو البرلمان اللبناني من بيروت. شكرا.